السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا النهارده هتكلم معاكم على الوظائف اللي نيوزيلاند محتاجاها، وكمان المجالات اللي فيها نقص في نيوزيلاند حاليا. كمان هتكلم معاكم على ازاي انك تعمل سي في بالطريقه النيوزيلنديه. كمان انا جايبه لكم موقع هيسهل عليكم الخطوه دي جدا. كمان متوسط المرتبات في جميع المجالات في نيوزيلاند. خلينا يلا نبتدي مع بعض ونشوف الوظائف اللي نيوزيلاند محتاجاها حاليا. كمان ما تنسوش ان احنا لسه حاليا الحدود مقفولة، فتابعوني على قناتي او صفحتي على الفيسبوك Living in New Zealand by شاهيناز، عشان انا اول لما الحدود هتفتح هتلاقوني بقول لكم على طول ان شاء الله. يلا نشوف ايه الوظائف اللي نيوزيلاند محتاجاها حاليا. الموقع هنا ده اسمه newzealandnow.gov.nz. المواقع كلها هتلاقوها في الوصف تحت الفيديو ان شاء الله. كمان انا بجيب المواقع بتاعه الحكومه، يعني دي مواقع موثوق فيها جدا، فمتطمنوا منها تماما. المجالات اللي حاليا فيها نقص في نيوزيلند، اول حاجه مجال الزراعه الاجريكلتشر اند فورستي، ده فيها نقص. هي طبعا في ثلاث قوائم اللي هي لونج تيرم شورتج، ريجنال شورتج، كونستراكشن اند انفراستراكشر شورتج. فدي معناه ان هي على المدى الطويل، او ان هي في بعض المناطق، ودي اللي هي الكونستراكشن اند انفراستراكشر شورتج. فالمجال بتاع الزراعه ده موجود بس شورتج في بعض المناطق. الكونستراكشن اللي هو المجال بتاع البناء لونج تيرم، وكونستراكشن اند انفراستراكشر شورتج. الاديوكيشن في الريجنال بس، اللي هو الاديوكيشن اللي هو التعليم. الانجينيرنج مجال الهندسي ناقص في كل القوائم. كمان الفاينانس اند بزنس ناقص في اللونج تيرم والريجنال. الهيلث كير او الهيلث اند سوشيال سيرفيس ناقص في اللونج تيرم وناقص في الريجنال. هاي تاني ان الريجنال دي بس بعض المدن او بعض المناطق في نيوزيلاند. الاي سي تي اند الكترونكس ده بس في اللونج تيرم شورتج، اللي هو مجال الاي تي. ريكريشن اند هوسبيتاليتي توريزم ده موجود في اللونج تيرم والريجنال كمان. بعتذر ان الاي سي تي اند الكترونكس كمان في نقص في الكونستراكشن اند انفراستراكشر شورتج، في نقص هنا كمان. فزي ما انتم شايفين الموضوع واضح جدا ان هو فين المجالات اللي فيها نقص. الموقع ده حلو ليه؟ لان مع كل مجال تقدر تدخل في كل التفاصيل، ان منين تقدم، ازاي انك تشوف المجال بتاعك او التخصص بتاعك ناقص. في حاجات كتيرة جدا، وفعلا مسهل، يعني مسهل كل حاجة. يعني كان في ناس بتسألني على مجال الهيلث، هندخل على مجال الهيلث ونشوف ايه التفاصيل اللي بتكون موجودة، وازاي ان هو فعلا حلو ومسهل حاجات كتيرة في توفير المعلومات. هندخل على مجال الهيلث سيرفيسز، هيلث جوب كير. هتلاقوا في تفاصيل كتير، انا مش هقرا كل حاجه وعشان اترجمها، انا بس هوريكم الحاجات المهمه فيه. طبعا دي كل حاجه للهيلث كير جوبز. هنا بيقول لك سكيل شورتج ليست، سكيل تشيكر، يعني انك هنا هتشوف اللي من عن طريق اللينك ده هتشوف التخصص بتاعك في مجال الهيلث كير ناقص ولا لا، فهتدخل على اللينك ده. كمان الجوب سايتس تو اكسبلور، ان هو ده في مجال الهيلث، الناس اللي شغاله في المجال الطبي، دي المواقع اللي تدوروا فيها على الشغل. اول حاجه اسمها كيوي هيلث جوبز، ده الموقع الاساسي للمجالات الطبيه. طبعا في موقع تاني اساسي ده بيبقى عليه كل الجوبز برضو اسمه سيك، ده مهم جدا. فده بس ده أول واحد متخصص في المجال الطبي بالنسبة للوظائف. طبعا في حاجات تانية كويسة جدا اللي هي هيقولوا لك طبعا معلومات كتير في نفس الوقت. هنا getting start اللي هي ازاي تبدأ، فدي recognize qualifications، فإنك ازاي انت ك overseas qualification هتعمل زي معادلة او اللي هي مؤهلك يعترف بيه ازاي. هتلاقي هنا الخطوات والمعلومات. Practicing in New Zealand برضو الميديكال كونسل هتدخل عليها. فهو الموقع ده مقسم الوظائف ومقسم المجالات، وكمان لما تدخل على الوظيفة بتاعتك او المجال بتاعك هتلاقيه حاطط لك اللينكات اللي تساعدك
عشان تشوف المعلومات اللي تفيدك في ازاي انك تبتدي تدور على شغل في نيوزيلندا. فالموقع ده حلو جدا. انا اديت لكم على مجال، طبعا هنا حطيت لك المينستري اوف هيلث اللي هي وزارة الصحة. فدي الموقع ده حلو جدا، ده مثال للهيلث جوب او الهيلث كير. هندخل مثلا على مثال تاني، انا للاسف مش هدخل على كل القوائم، انا بس بدي لكم مثال. لو مثلا هندخل على مجال الاي تي، ندخل عليه، ده اللي هو انفورميشن تكنولوجي، ده برضو بيقول لك معلومات وبرضو فيديوز وحاجات برضو انك تتفرج عليها وتعرف. انا بس هدخل على الحاجات المهمة اللي هي ايه، اللي هي what jobs and where، اللي هو بيقول لك ايه الحاجات اللي في المجالات الاي تي، بزنس اناليست، ديفلوبر بروجرام، سوفت وير انجينير. ففي حاجات بيقول لك المعلومات اللي هي في المجال بتاع الاي تي اللي نيوزيلاند محتاجاها وازاي تبدا، وطبعا المواقع اللي انت تدور عليها على الشغل في المجال بتاع الاي تي، وورك هير وسيك وتريد مي والنيو كيويز، وكمان في مواقع تانية كتير. وهنا برضو نفس الموضوع، انك انت تشوف التخصص بتاعك ناقص ولا لا في نيوزيلاند، فده برضو هتشوفه من خلال اللينك ده. فالموقع ده حلو جدا، هتلاقوه في الوصف تحت الفيديو. هندخل على الموقع التاني اللي هو اسمه careers.govt.nz. الموقع ده حلو برضو لانه بيقول لك برضو على حاجات ومعلومات على الوظائف في نيوزيلاند، طبعا الموقع برضو تبع الحكومة. حاجة مهمة جدا انا هتشوفوها في الموقع ده اللي هو prepare your CV، ده هيساعدك انك انت تعمل السي في بتاعك بالستايل النيوزيلندي، لان انت لما تيجي تقدم مش بتقدم بالسي في بتاعتك اللي هي من البلد اللي انت موجود فيها، لا لازم انك انت بتعمله بستايل معين، ده الدارج هنا او اللي لازم انك تعمله هنا لما تيجي تقدم. هندخل على prepare your CV، ففي هنا how to write your cover letter، ده هيعلمك ازاي انك تكتب الكفر ليتر بتاعك عشان لما تيجي تقدم على شغل في نيوزيلاند، وكمان how to write your CV، ازاي انك تكتب السي في بتاعك، وكمان موفر لك شوية templates، شوية حاجات كده انك انت تساعدك، يعني زي ستايلز كده حاططها انك انت ازاي تعمل السي في بتاعك، وكمان سي في بيلدر، كرييت يور اون سي في، ان هو بيديلك شوية خطوات عشان تساعدك انك انت تبني السي في بتاعك بالشكل اللي نيوزيلاند معترف بيها، واللي هي الناس اللي هي بتوع التوظيف بيحبوا يشوفوا السي في بالستايل ده. فده هيساعدك جدا لان ده مهم جدا 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 في التقديم على اي وظيفة في نيوزيلاند. كمان كانت في ناس بتسألني على معدل المرتبات او الافريج بتاع المرتبات في نيوزيلاند كام، فانا جايبه لكم موقع تاني برضو حلو قوي اسمه payscale.com. ما تنسوش انك هتلاقوا جميع المواقع تحت الفيديو، فده هيسهل عليك خالص، مش محتاجين انكم تدوروا. فالموقع ده مجايب لك كل المجالات او كل الوظائف بتفاصيلها بالافريج بتاعها. يعني لو حبينا مثلا ندخل على information technology مثلا ونشوف ايه المجالات وايه الحاجات اللي هي اللي هيقول لك سعر الساعة كام وكل حاجة. لو هنقول مثلا او نختار اول حاجة، انا بختار عشوائي بس انتوا شايفين طبعا جميع المجالات بتاعة الاي تي، فانتوا يعني لو انتوا تدوروا بقى على مجالكو او حتى تكتبوه فوق عشان يطلع لكم المرتب هيكون كام في نيوزيلاند. هنقول مثلا سوفت وير ديفلوبر، انا بتكلم دلوقتي على ان ده الافريج المتوسط، ممكن هيبقى اقل شوية او ازيد شوية علشان على حسب الخبرة، وعلى يعني ده بيحددوا بقى اللي هما الشركة اللي انت بتشتغل فيها او اللي هتشتغل فيها، فهما بيحددوا على حسب الخبرة بتاعتك وكل حاجة. فهنا مثلا الافريج سوفت وير ديفلوبر سالري 64,000 في السنة، ده قبل الضرائب. فهو الموقع ده برضو حلو، بيقول لك في بونص مثلا، بروفيت، مش فاهمة دول بالظبط، بس اللي هو الافريج اللي هو المتوسط 64,000، طبعا ممكن بيزيد على حسب الخبرة او ان هو بيقل شوية على حسب الخبرة برضو، ان هو لو انت يعني لسه متخرج او حاجة فطبعا بيكون اقل من كده، لكن ده الافريج اللي هو مثلا عنده شوية خبرة يعني. فده باختصار جدا الموقع ده. فطبعا في جميع المجالات، يعني مش بس بتاع حاجات الاي تي، يعني في مثلا هندخل على حاجة تانية اللي هي الهيلث كير اللي هي الوظائف الطبية مثلا، برضو كل حاجة، الريجسترد نيرس، الفارماسيست، حاجات كتيرة جدا.
هتدخل هتعرف برضو المتوسط بتاع المرتب كام في المجال بتاع مثلا الهيلث، في اي حاجة اللاب مثلا، تكنولوجيست، حاجات كتيرة جدا. فده باختصار جدا كل حاجة على الوظائف في نيوزيلند، وانك ازاي تدور وازاي انك تعمل سي في، وكمان المجالات اللي ناقصة في نيوزيلند. فالمواقع تاني معانا، اول موقع انا هتلاقوه موجود اللي هو تبع برضو نيوزيلند اميجريشن، اسمه نيوزيلند ناو. الموقع التاني اسمه careers.govt.nz. الموقع التالت اسمه payscale.com. فالمواقع دي مواقع معترف بيها، مواقع موثوق منها، هتلاقوها تحت الفيديو. ويا رب اكون قدمت لكم المعلومة اللي انتوا كنتوا بتدوروا عليها، واستنوني فيديو تاني، وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب عشان تتابعوني وتعرفوا جميع المعلومات. كمان هأكد عليكم ان لسه الحدود عندنا لسه مقفولة، تابعوني على قناتي او على صفحتي على الفيسبوك Living in New Zealand by شاهناز، عشان اول لما الحدود هتفتح او اي معلومات عن الهجرة هتطلع هتلاقيني بقول لكم على طول ان شاء الله. عايزين تتواصلوا معايا برضو، تواصلوا معايا على صفحة الفيسبوك لو عايزين تستفسروا على حاجات زيادة. يلا سلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد.